بسم الله الرحمن الرحيم. مناسبة اليوم الوطني لدولة قطر باسمي وبالنيابة عن رئيس مجلس إدارة شركة المانع الزراعية السيد حمد إبراهيم المانع، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد، وإلى الشعب القطري الكريم مواطنين ومقيمين، سائلين الله جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة العزيزة وقطر حكومة وشعبة تنعم بالمجد والعز والسلام.